السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عامر. اليوم جايب لكم مقطع جديد. اليوم عندنا مقطع أو موضوع عن العين والحسد. أغلبكم يعرف وش العين والحسد. اليوم إن شاء الله بنتكلم عن العين والحسد بالتفصيل، ونريكم مقاطع لأشياء صارت عن طريق العين. هذا دليل من القرآن على الحسد. طبعا قبل لا أشغلكم مقاطع الأشياء اللي صارت قدام الناس، أغلبكم يعرف وش معنى العين. أنت شفت مع إنسان سيارة حلوة، أو إن فلوسه كثيرة، أو بيتهم كبير، أو إن شكله أحسن من شكلك، أو شعره، أي شيء يعجبك فيه، أي شيء. مثلاً شفت أنت سيارته جميلة، قلت والله يا علي سيارة مرة خرافية، بدون ما تقول ما شاء الله. يعني مو بدائما تصير، لا، بعض الأحيان تصير العين بدون ما يقصد الشخص إنه يعطي عين الشخص الثاني هذا راعي السيارة الجميلة. بس مو شرط إني إذا قلت أنت سيارته حلوة بدون ما تقول ما شاء الله، بس المفروض إنك تقول ما شاء الله عشان ما يصير له شيء. الحين بشغلكم مقطع الأول. هذا واحد صغير يقصد، زي ما تشوفون لابس بدلة عسكرية، أتوقع إنه بالجنادرية أو مكان في زي العرض العسكري. فادح شرارة تارت من خلف تارة، نرد لها ما نبالي في ظل حكم أخو نورة، بنيت نمشي تشارة والعدا منا مكورة، لفعالنا ما توالي سلبان الحاكم الحازم، حاضر الوقت اللوازم للمعالي دور جازم، يشيل حمول انتقالي ولي العهد يمينا، عساها تقضي سنينا يا عسى ربي يعينا، إلا محمد سيف سيدنا العالي. حسان أنا بطل اجلس اجلس اجلس. بسم الله عليك. بسم الله رجولك اذكر الله. شو رجولك بسم الله اهدى زي ما شفت المقطع الاول. قاعد يقول المقصيد يوم خلص طاح رجله، عورته اتوقع، ما يحس بجسمه، وداخ يحس بدوخه، لان فيه ترى عدد كبير من الناس، فاتوقع ان جت عين من الناس اللي جالسين. الحين بشغلكم مقطع ثاني. واحد يركض بحصان قدام عدد من الناس، الحصان ما شاء الله ركضته حلوه، واللي راكب عليه خيام ما شاء الله عليه، فبتشوفون المقطع ايش بيصير. الدنيا اكري فوق اكري زله، والله ظل خيل كبو. عز الرجال وهيبه، فين عز الرجال وهيبه؟ شنو العز تشتريه رجال بمالها؟ صح غير عكري. لا انا بينطق واحد انه يقطع. ارحب والله يحييكم. سلام كل اسر اذكر الله اذكر الله اذكر الله اذكر الله اذكر الله اذكر الله حيهم. بعد ما شفت المقطع المكان مره مرتب، يعني مستحيل ان حصان يطيح من نفسه يختل توازنه، لان اخذ اكثر من لفه. فشفته ركض ركض ركض، يوم وصل المكان المحدد هذا طاح. طبعا زي ما قلت لكم ان اي شخص يعجب شيء لازم يقول ما شاء الله. هذا الشخص يا ان اعطاه عين من قصد، في ناس ترى يعطونك عين من قصد، يعني هو يبي يحسدك على هذا الشيء، في ناس بدون قصد. المقطع الثاني، هذا انسان مشهور تعرفونه كلكم، اماراتي، جاته سيارة هدية مرسيدس. بعدها الإنسان ذا شوف إيش صار. ويوم طلعت برا G63. شكرا خليفة بن حمد. جيراني والأصدقاء، اللهم أبطل عين الأصحاب والزملاء، اللهم أبطل حسدا على جمال الأجسام أو على جمال الشعر والأعين أو على السعادة في. يا جماعة ادعوا له بالشفاء. يا جماعة اذكروا الله يوم بتشوفونه بخير. اذكروا الله، ترى الرجال تعبان. طيب زي ما شفت المقطع جت عين، حتى ما يقدر يتكلم، تعبان، ما يحس بنفسه. فزي ما شفت المقطع تعبان مره، ما يقدر يتكلم، وقاعد يقولون عليه، وقاعد مستشفى فتره طويله. بس الحمد لله عقبها طلع. اتوقع ان الشخص اللي اعطاه عين، او انه قال ما شاء الله، او انه العين فكت منه، اتوقع ان الشخص اللي اعطاه عين عقبها قال ما شاء الله، او انه سمى. لان لازم الشخص اللي اعطاك عين هو اللي يسمي عليك او يقول ما شاء الله، عشان العين اللي داخلك تفك منك او انها تروح من عندك. المقطع الرابع، هذا واحد يقول قصيده قدام الناس، تعرفون في عدد كبير ما شاء الله من الناس، شوفوا ايش يصير. مجال بعد غرفة لما اجمل
خلص القصيدة مو بوسط القصيدة، لا عقب ما خلص مشى وطاح. فهذا الشخص جته عين، بس مو شرط إن إذا جت عين بالوقت هذا إن خلاص تقعد معه، لا، في ناس يجيهم عين تقعد معهم فترة إلى الشخص اللي أعطاه عين يسمي أو يقول ما شاء الله، أو بنفس اللحظة هذا الشخص قام وهذا قال ما شاء الله، لأن تلقى الشخص هذا أعطاه عين بدون ما يحس. هذه الناقة توقع إنه وصل سعرها 10 مليون، بتشوفون المقطع الحين كم وصل سعرها لأنها جت عين، وشوفوا كيف صار في تغييرات بشكلها أو جسمها. 42 خاصة يا ولد، 42 طبعا اكيد في ناس يحضرون المكان عجبتهم الناقة دي ولا يقدر يشتريها، ما عنده فلوس، فأعطاها عين. وشفتوا كم وصل سعر الناقة؟ أتوقع 43,000 أو 44,000، وكان سعره 5 مليون أو 10 مليون. صار عنده تنفخ تحت في الجسم زي ما تشوفون بالمقطع، فشفتوا كيف العين حق راعي حلال أو راعي أي شيء عندك تحس إن الناس يحبونه أو يبونه، لأن في أذكار وآيات من القرآن تحميك من الحسد. تقرأ على نياقك، تقرأ على بيتك، تقرأ على سيارتك، ترى الأشياء دي لازم تعرفها. سافة الرجال هذا جاء واحد عنده نفس المكان اللي عنده بعيرين، يقوم من 8 سنين هو يبي البعير هذا، البعير هذا توقع إنه من مزيين أو إنه في شيء يعني كويس. هذا البعير أنا جايه الساعة 4:20 في العزبة، وكان فيه رجال إني يحاولني فيه يشتريه مني من حوالي 8 سنين، وفي الأخير كلمني اليوم بعد ما طلعت من العزبة الساعة يمكن 5، وقال عادك بتبيع البعير يا أبو ناصر، أنا مريت عليه وعاجبني البعير وبشتريه، قلت ماني بايع، أنا ما عندي نية في البيع. والساعة 5:30 اتصل لي البنغالي وقال البعير مات. صبر، الساعة كم يموت هذا البعير؟ ما اخذنا ساعه الا البعير مواهيت المنيه، ولا حصلنا شيء، لا ملدوغ ولا شيء ما اكله، ولكن العين حق. وفي حديث يقول العين تحط الرجل في قبر وتحط البعير في قدر، فهذا شراب وله انتاجات طيبه وله مبيعات طيبه، ولكن الحمد لله رب العالمين اليوم فارق الحياه والله يعيضنا فيه. لكني حبيت اوعظ اللي يشوف شيء يعجبه او ما يشبه ذلك حول العيون يذكر الله سبحانه وتعالى على حقه وحق الغير. والسلام عليكم ورحمه الله. فزي ما شفتوا البعير مات من عين الرجال اللي كان يجيه، العين جت من الرجال هذاك، فالبعير مات من العين. انا شخصيا اعرف شخص عطى انسان ثاني عين بس في سياره، كانوا واقفين ومرت من عندهم السياره وتكلم على السياره قال انها سريعه مره وان ما ادري ايش، عقب ما مشوا لقوا السياره دي خربانه من العين، يقول قسم بالله قدامنا تكلم واعطاه عين. يعني تشوفوا قوه العين كيف توصل. بس مو شرط ان اذا انت قلت والله يا على سياره مثلا قلت اهب والله يا سيارتي قويه ان خلاص بيجي عين، لا مو شرط، ما ادري هذا الشيء كيف يصير، لان زي ما قلت لكم العين تجيك بعض الاحيان بقصد وغير قصد، فلازم تعرف هذا الشيء. وطبعا هنا وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى عجبكم، اتمنى انكم استفدتم من المقطع هذا وعرفتوا العين كيف اضرارها وكيف تصير. واي شخص في عين او يحس انه جيته عين يروح عند شيخ يقرا عليه، عقب ما يروح للشيخ خلاص الشيخ يعلمه كل شيء يسويه. وقبل تطلع مقطع تكفون انسخ رابط وانشره كل اخوياك وانشره بكل جروبات الواتساب وبالسناب وبكل مكان تقدر عليه. وبس قبل تطلع مقطع لايك واشتراك واكتب كومنت يسعدني. وبس هنا وصلنا لنهايه المقطع، كان معكم عامر، السلام عليكم.